السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. من فترة قليلة، مش بالكتير يعني من كام ساعة، ظهر كده فيديو على اليوتيوب من قناة مشهورة جدا من القنوات العربية للحصول على جهاز ثمنه 120 دولار مجانا. جهاز ثمنه 120 دولار، 75 يورو مجانا، اللي هو ما يعادل 100 دولار في الحدود دي. المهم، الجهاز هيجيلك لحد البيت مجانا بدون ما تدفع عليه أي فلوس خالص، اي فلوس، حتى الجمارك وحتى كل حاجه على الشركه اللي هتبعت لك الجهاز مجانا من غير ما تعمل اي حاجه. انك كل اللي هتعمله هتكتب بس العنوان بتاعك، وهتاكد العنوان عن طريق المابس، جوجل مابس او المابس يعني بتاعت الخريطه، وبس. وهيبعت لك الجهاز بشكل مجاني، وبشرط كمان بس انك تكتب لهم ليه انت عايز الجهاز ده. بس الموضوع بسيط جدا، حتى هم مش هيتاكدوا انت عايزه ليه، لكن الشركه بتكون عارفه الجهاز ده شغال ولا لا. تمام، الشركه بتبقى عارفه ان الجهاز ده شغال ولا لا. المطلوب بقى من حضرتك، والذي لم يتم ذكره في الفيديو، فعلا يا جماعه على فكره لحد دلوقتي الجهاز فعلا بيتباعت لحد البيت مجانا. الجهاز فعلا غالي جدا، ممكن تبيعه في بلدك، ممكن تعمل اي حاجه بيه، جهاز غالي جدا. ولكن اللي ما قالوش، اللي عمل الفيديو هو بس اتكلم عن مميزاته، ما اتكلمش عن ايه اللي هيحصل لك لما تجيب الجهاز ده. دي كارثه ومصيبه سودة على كل الناس اللي هتجيب الجهاز. اولا هتجيب لك البوليس لحد باب بيتك، هتجيب لك امن الدوله لحد باب بيتك. ازاي؟ انت بتتتبع طائرات. طبعا انا ما قلتش ان الجهاز ده هو عن تتبع طائرات، انت بتتتبع طائرات البلد اللي انت قاعد فيها. اولا انت بتكتب كل معلوماتك، يعني معلوماتك الشخصيه كلها انت بتكتبها، معلومات عن بلدك بتكتبها، والجهاز طلع عباره عن تتبع طائرات. يعني انت هتتبع طائرات للبلد اللي هتبعت لك الجهاز، اللي هي تقريبا امريكا. تمام، يبقى امريكا بتبعت لك جهاز مجاني عشان انت تتتبع لهم طائرات بلدك. تخيل الموضوع كده، تخيل ده بقى هيعمل لك ايه. ده هيوصل لك بس امن الدولة لحد باب البيت، هيوصل لك البوليس لحد باب البيت، لحد يعني هيخبطوا عليك كده، ما تقلقش. طبعا نشر الفيديو ده كتحذير كل الناس يا جماعة. الشرح ده يعني منشور طبعا على اشهر قناة تقريبا في الوطن العربي للتقنية، فالموضوع عيب قوي، عيب قوي قوي يعني. ما ينفعش اللي بتعملوه ده، يعني غلط قوي انتوا تضحكوا على عقول الناس للدرجة دي. تبعت لهم جهاز فعلا مجاني وفعلا غالي، لكن لو مشغلتوش، اللي مش عارف انا قلت الكلام ده ولا لا، ولكن لو مشغلتش الجهاز ده لمده اسبوع متصل بالانترنت الخاص بيك، الجهاز ده لازم يشتغل لمده اسبوع متصل بالانترنت. لو ما اشتغلش، المندوب اللي جاب لك الجهاز هيرجع ياخده منك تاني. تمام، لكن يبقى الجهاز ده لازم يشتغل لمده اسبوع عشان يبقى جهاز ملك ليك، يشتغل لمده اسبوع. تخيل الموضوع ده، يعني الموضوع ده هيسجنك، هيسجنك، ما تقلقش يعني. طبعا اللي شرح الجهاز شرح مميزاته وعيوبه، شرح اللي فيه وشرح كل حاجه، ولكن ما شرحش، ما جابش حتى وهو بيركبه، ما جابش وهو بيشغله، ما جابش اي حاجه. طبعا دي حاجه تعرفك ان الجهاز ده يا جماعه خدعه كبيره جدا جدا جدا. طبعا انا مش هسيب لك الرابط اسفل الفيديو عشان تجيب الجهاز، عشان طبعا بخاف على المتابعين بتوعي، وبخاف على يعني الناس في الوطن العربي. ما ينفعش تكون قناه كبيره للدرجه دي، كبيره جدا، وتنشر حاجه كذبه زي دي، حتى لو الجهاز حقيقي والناس فعلا هتجيب الجهاز، ولكن الموضوع غلط جدا. وطبعا الجهاز ده في اول كام ساعه جاب 100,000 مشاهده، فتخيل كام واحد ما شافش تعليقات الفيديو، وكام واحد طلب الجهاز. دي مشكله كبيره جدا، وهتوقع ناس كتير قوي في مشاكل. اتمنى بس كل الناس تحاول بس تبعد عن الموضوع ده، وتحاول ما تجيبش الجهاز ده. طبعا مش هسيب لك رابط الفيديو اسفل الفيديو يعني، بس طبعا الحقوق وكده، فالموضوع مش هينفع. ولكن طبعا كلنا عارفين يعني القنوات الكبيره، فهم قناتين تقريبا اللي في الوطن العربي، او 3 قنوات اللي في الوطن العربي كلهم، هم اكبر 3 قنوات. تمام، فاتمنى بس الناس كلها تركز في الموضوع ده، ومش اي حاجه مجانيه تبقى حاجه كويسه. مثل كده كان بيقول لك ان لو حد اجنبي بيبعت لك حاجه مجانيه، اعرف ان انت السلعه، يعني انت السلعه اللي هيبيعك بيها. يعني بكل بساطه ممكن امن الدوله او البوليس يجي يتهمك على انك جاسوس. بكل بساطه البوليس هيجي ياخدك على انك جاسوس، انت بتتجسس على طائرات بلدك. تمام، قلت لك عشان الجهاز ده يبقى معاك او تاخده ليك وتقدر تستخدمه او تبيعه او تعمل بيه اي حاجه، لازم تشغله لمده اسبوع. تمام، فالموضوع كده يا شباب انتهى بالنسبه للجهاز ده. يعني بصراحه حرام جدا الناس تقع في موضوع زي ده. انا بس حبيت اعمل الفيديو ده عشان احذركم، عشان قناه عربيه كبيره جدا هي اللي نزلت الفيديو ده، فالموضوع كده خطر جدا. واتمنى كل الناس بس ايه، ما تحاولش انها تجيب الجهاز ده، عشان صدقني هيبقى خطر عليك جدا جدا جدا. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك، اتمنى الفيديو عجبك، لايك الفيديو، وما تنساش اعمل سبسكرايب للقناه، شير الفيديو عشان كل الناس ما تقعش في المشكله دي. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك مره ثانيه، شفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.